يا اهلا بالفيلمويه. النهارده هلخص لكم فيلم اكشن صيني اسمه كونغ فو بويز، تم اصداره سنه 2016. لكن قبل ما نبدا، لو انت لسه جديد معانا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتنا اللي جايه. فيلمنا بيبدا بمشهد لمجموعه من المجرمين اللي قال ايه عايزين يدمروا العالم، وكانوا بينفذوا الخطه بتاعتهم. بس بنشوف بعدها طفل بيظهر وبيقدر انه ينزل يضربهم كلهم ويتغلب عليهم ويبوظ خطتهم. بس بعدها بنعرف ان ده كله كان مجرد حلم في دماغ الولد الصغير ده اللي اسمه كيونان، واللي بنعرف انه نفسه يكون بطل في يوم من الايام، وعشان كده بيحاول يدور على اي شرير يكون مستخبيله كده هنا ولا هناك ويضربه. بنشوف بعدها المدير وهو عمال يشتكي من كيونان وبيقول ان الواد ده بيبلطج على كل زمايله وعمال يضرب فيهم كلهم. هنا ابوه اتضايق ان كيونان كل شويه جايب له الكلام وبيترفد من مدرسه شكل بسبب انه عمال يتخانق مع العيال في كل مدرسه بيدخلها، وبسبب ان كل المدارس اللي في امريكا تقريبا رفضته. بنعرف ان ابوه وامه هينقلوه ويخلوه يسافر لاسيا، وبتقول له هناك عمك عايش لوحده، وانت لو عايز تبقى بطل بقى يا عم البطل خلي بالك على نفسك وعلى عمك والتزم بدروسك. وبنشوف عمه اللي اسمه يوان لاي، وهو راكب العربية بتاعته ورايح للمطار عشان يستقبل الباشا كيونان من المطار ويرجعوا على البيت. وهو في طريقه بيقابل واحدة اسمها آن ران، المفروض انه كان بيحبها وكان معجب بيها، بيقول لها تعالي معايا وصلك. بس بوزها فقر، لما بتركب معاه العربية العربية بتعطل وكمان بتبيعه وبتسيبه وبتنزل تاخد تاكسي. بنشوف واحدة كانت ماشية ومعاها شنطة فيها فلوس وهجم عليها واحد وسرق منها الشنطة وجري، بس كيونان بيقرر انه يجري ورا الحرامي ده عشان يوقفه ويمسكه وياخد الشنطة منه ويرجعها لصاحبته، وبيفضل يطارده بطريقة تخلينا نعرف ان الواد ده الواد ده موهوب وهيبقى حاجة كبيرة. بيوصل يوان للمطار ومش بيلاقي كيونان، وبيفضل يسأل عليه كل الناس ويحاول يعرف لو حد شافه موجود هنا ولا لا، ما يعرفش ان ابن اخوه عمال يطارد في حرامي. الحرامي تعب من كتر الجري وبيقف، وساعتها بيقول لكيونان انه ياخد فلوس ويسيبه ويمشي، بس كيونان بيرفض وبيبدأوا يتخانقوا مع بعض. بيبدأ كيونان يضرب الراجل جامد ويديله كام شلوت لحد ما بنكتشف ان الشنطة دي فيها حيوان صغير سعره غالي قوي. بياخد الشنطة اللي فيها الأرنب ده وبيكلم البوليس وبيقول له أنا معايا الشنطة بتاعت الست اللي اتسرقت وفيها أرنب، بس البوليس بيقول ده عيل صغير أكيد اشتغالة يعني. بعدها بيرجع يوان للبيت بتاعه وبيدور على المفتاح تحت الدواسة عشان يدخل الشقة، وبيتخض لما بيلاقي المفتاح مش موجود. بيدخل يوان من الشباك عشان يشوف مين اللي جوه البيت بتاعه، وبيتفاجئ بكيونان وكان هيضربه بالطاسة، بس كيونان بيديله بالرجل وبيرقده على الأرض. بعدها بيعرف ان ده كيونان وده عمه يوان، يا عم انا عمك، وبيعالجه من الضربه لحد ما يبقى كويس. بنروح لمشهد تاني بنشوف فيه زعيم العصابه وهو متضايق ان الارنب ضاع منهم، وكان عامل حسابه انه هيبيعه ويكسب من وراه كتير. كيونان كان عايز ينام وقال لعمه اخرج من الاوضه وسيبني انام لوحدي، بس عم قال له لا انا هنام هنا معاك. كيونان قال له لا انا كده هكلم ماما زعق لها. ساعتها يوان قال انا خلاص هخرج واسيبها لك يا عم عشان ما اعملش حوار مع اخويا بسببك. تاني يوم بنشوف يوان وهو مع ابن اخوه كيونان عشان يدربه على شويه ضربات، ساعتها بيطلب منه يضرب اللوح ده ويكسره، بس يوان ما بيعرفش. بيكون عمه منبهر ان الواد ده عنده طاقه وقوه وقدره على استخدام الكونغ فو بتخليه يعمل حاجات اكبر من مستواه. في المدرسة الجديدة اللي راحها كيونان بنشوف معلم اسمه مستر ما وهو مدرس ألعاب، بنعرف انه كمان معجب بالبنت آن ران اللي يوان معجب بيها وركبت معاه العربية. بنشوف يوان وهو بيوصي آن ران على ابن اخوه وبيقول لها خلي بالك عليه في المدرسة. بعد شوية كيونان بيتعرف على بنت اسمها تيان زين، بعدها دخل الفصل بتاعه واتكلم مع كل الطلاب اللي في الفصل وقال لهم يا جماعة انا اسمي كيونان ونفسي ابقى بطل كونغ فو، وقال لهم انا لما كنت في مدرستي في امريكا كنت بضرب اي حد يجيلي على سكة. بعدها بنشوف شوية عيال بيقربوا منه وبيقولوا له انت جديد هنا، لازم تعرف ان المدرسة دي بتاعتنا، انا الكبير هنا ولازم تسمع الكلام. قال له لا ده انت اي كلام، وقال له خلاص هي كده جاية معاك بقى ان احنا نتحدى بعض في ماتش. يوم الماتش كان الفريق الخصم ده عمال يستعرض مهاراته وبتاع وعامل شو نمره قدام الناس، بس كيونان هو كمان كان بيعمل نفس المستوى بتاعه، وده معناه ان المنافسه بينهم هتكون متكافئه وشرسه. لما المنافسه بدات بينهم قدر كيونان انه يتغلب على الواد اللي شايف نفسه ده وخلى شكله وحش قوي، وساعتها طلب من باقي اصحابه انهم يضربوا له كيونان، وبالرغم من انهم كانوا اربعه واكبر من كيونان الا ان محدش فيهم عرف يسد معاه. وطبعا بعد اللي حصل ده كل اللي كانوا في المدرسة عرفوا خلاص الواد ده محدش هيقدر عليه.
بنشوف الحرامي ده وهو بيهجم عليه ناس المفروض ان الارنب ده بتاعهم وتبعهم، وساعتها كانوا عايزين يضربوه ويعرفوا منه اللي حصل. ساعتها قال لهم ان في طفل هجم عليه وضربه وغفله في الارنب اللي سرقه. بنرجع للفصل اللي كان كيونان فيه، وساعتها كان كيونان تعبان ونايم، فحد من صحابه صحاه وقال له الاستاذ بيقول لك قوم امسح السبوره، وقام وكان حاسس انه مش فايق وراح مسح السبوره ورجع تاني. في الفسحه العيال كانوا بيسالوه عن المدارس في امريكا، قال لهم ان المدارس هناك مختلفه تماما عن هنا. قال لهم هناك نظام التعليم مختلف، مفيش حاجه اسمها الواجب المنزلي ده، وكان عايز يقول كده للاساتذه لما تدخل الفصل، بس محدش من صحابه اللي كانوا معاه كان واقف معاه ورايهم من رايه، عشان كده راح ضاربهم على عينهم بعد المدرسة. بالليل بنشوف يوان الحساس وهو ماسك جيتار يا عيني وعمال يعزف ويغني لحبيبته أنران وعمال يتفرج على صورها. وتاني يوم كان مدرس الألعاب بيعلم العيال إزاي يلعبوا سلة، وشاف يوان ماشي مع أنران وهو كان غيران من الموضوع ده. ساعتها قال لهم تعالوا معايا نعلم العيال إزاي يلعبوا سلة ويمسكوا الكرة صح، وراح رميها الأنران ومسكتها صح ورجعتها له. بس لما كان يوان واقف فضل المدرس يرمي كرة فيه ويوجعه والعيال عمالة تضحك عليه. وبنشوف شوية بنات كانت خايفة وهي راحة تتدرب فنون قتال على ايد الاستاذ ده بسبب انه بيدرب العيال بطريقة صعبة بتوجعهم. لما الدرس بيبدأ بنشوف المعلم وهو عمال يضرب العيال عشان يخلوا رجلهم مفرودة، وبنشوف كيونان وهو بيقول له اللي انت بتعمله ده على فكرة غلط والاستاذ مش هنا ومش معبره. وبعدها كيونان بيقول له انا بتحداك في ماتش يا عم الاستاذ. ساعتها الاستاذ بيقول له ايه رأيك ان انا اللي هتحداك وانا ايدي مربوطة. وكان الاستاذ عمال يضرب كيونان جامد، بس في الاخر كيونان قدر انه يتغلب على الاستاذ وخلى شكله وحش قدام كل العيال. بعدها المدرس راح فكك ايده من الرباط وقال له تعالى لي يا كيونان، وساعتها برضو كيونان ضربه وعلم عليه. حصلت مشكلة وكلهم راحوا للمدير وسمعهم كلام زي الزفت. بنشوف كيونان وهو معاه الارنب وراح مديه للبت تيان. بعدها بيجي شوية عيال من المدرسة كان فاكرهم هيتخانقوا معاه، بس قالوا له احنا عايزينك تدربنا على الكونغ فو يا كيونان، ده انت قدرت تغلب الاستاذ بتاعنا. قال لهم تمام احنا هنعمل فرقة هنسميها اولاد الكونغ فو. بنشوف الواد والبت دول اللي بيدوروا على الحيوان بتاعهم في بيت يوان عشان يلاقوه، بس السلحفة بتدخل في الصندوق اللي كان الارنب فيه، وده اللي بيأكد لهم ان الارنب فعلا مع يوان وكيونان. وهم ما كانوش عارفين ايه هو الحيوان اللي موجود جوه الصندوق، راحوا واخدين الصندوق بالسلحفة اللي فيه ورجعوا لزعيم العصابة بتاعهم. بنشوف ساعتها زعيم العصابة وهو بيدرب مع رجالته وواضح انه محترف قوي بقى في فنون القتال. بعدها وصل الاتنين ليه في المكان بتاعه وادوله الصندوق، وهو لما فتح وشاف السلحفة راح ضاربهم وقال لهم مش ده اللي انا بدور عليه شوية بهايم، واتعصب عليهم وقال لهم انتوا لو ما جبتوليش الارنب بتاعي انا هقتلك الامورة الحلوة بتاعتك دي. بنشوف كيونان ويوان قاعدين مع بعض، ويوان بيقول له انا جات لي فرصة اشتغل في مدرسة في امريكا بس رفضت عشان بحب انران ومش عايز اسيبها. وهنا عرف كيونان ان يوان بيحب انران قوي ومش قادر يستغنى عنها او يبعد عنها. تاني يوم كيونان كان بيعلم افراد العصابه بتاعته التايكوندو، وبعدها راح مدي المدرس بتاعه ورقه مكتوب فيها ان يوان بيتحداه وقال له انت لو كسبت تاخد انران، لو يوان كسب مالكش علاقه بيها تاني يا عم الحاج. المدرس كان فرحان لانه عارف ان يوان ملوش فيها اصلا وهيكسبه. وبعدها كلم المدرس انران وقال لها انا عايز اشوفك، وجه كيونان وقال له انا بتحداك انك تفتري على عمي واعرف ان انا في صفه ومش هسيبك، وفضل يضرب في المدرس لحد ما انران جت. وكمان يوان جه، ولما عرف ان كيونان اللي عمل كده كان متضايق لانه كان سبب ليه احراج شديد بسبب اللي هو عمله من غير ما يرجع له. وساعتها كيونان راح قعد مع انران وقال انا هرجع لامريكا تاني لاني بوظت حياه عمي وانا مش مسامح نفسي. قالت له افتكر انك حلمت انك تكون بطل والبطل بيواجه مشاكل، ده طبيعي والمفروض ان الابطال مش بيستسلموا ودايما عايزين يحققوا الانتصار. طول الوقت يوان بيحاول انه يعرف مكان كيونان لحد ما انران بتطمنه وبتقول له هو عندي ما تخافش. بيروح كيونان مع تيان للمستشفى عشان يزوروا المدرس بتاعهم، وهناك شافوا صورة الأرنب في الجرنان وسمعوا من البروفيسور اللي وراهم ده إن الأرنب ده هو الوحيد من نوعه في العالم كله، وعشان عنده حتة حمراء على وشه ده معناه إنه نوع فريد ونقدر منه نطلع أدوية كتير هتنقذ حياة ملايين البشر. ساعتها اتحركوا ومعاهم أنران على بيت تيان عشان ياخدوا الأرنب ويدوله الشرطة. وقتها هاجم عليه ناس من العصابة وقالوا له هات الأرنب يلا لو عايز تشوف أنران وتيان من تاني يا حبيبي. اتجمع كيونان مع عمه وركبوا الموتوسيكل وكانوا بيفكروا هيعملوا ايه. زعيم العصابة كان قاعد ودخل عليه كيونان، وساعتها يوان كان فوق السطوح.
راح كيونان مديه الأرنب، بس ساعتها زعيم العصابة عرف إن ده مش الأرنب الأصلي وهم بيحاولوا يضحكوا عليه. ساعتها كيونان قال لأنران وتيان يهربوا، وهو فضل يتصدى للرجالة دي لوحده. بعدها يوان كان بيساعدهم يهربوا وبيحاولوا إنه يضرب كمان رجال العصابة، بس في الآخر يوان وأنران اتمسكوا من أفراد العصابة، أما كيونان وتيان هربوا. وساعتها كيونان قال أنا لازم أرجع أنقذ عمي وأنران، وطلب من تيان تكلم الشرطة. لما رجع لقى عمه أنران متعلقين في الهواء، وكان أفراد العصابة هيرموا صندوق على كيونان بس فلت منه، وبعدها حصروه وكانوا كتير، بس هو ما كانش خايف خالص. كيونان كان عمال يضرب فيهم كلهم، وساعتها زعيم العصابة قطع أول حبل، فخاف كيونان على عمه وقال له زعيم العصابة لو ما جبتش الأرنب أنا هقطع الحبل التاني. بس ساعتها حصل انفجار كبير وظهر المدرس ومعاه العيال صحاب كيونان، وبدأت المعركة ضد زعيم العصابة. بس هو كان محترف في الفنون القتالية زي ما قلنا، وراح قاطع آخر حبل وهم كانوا على ارتفاع عالي، وده اللي عصب كيونان واللي معاه. ساعتها العيال اتجمعوا وضربوه وتغلبوا عليه لحد ما الشرطة جت وقبضوا على كل أفراد العصابة، وكيونان سلمهم الأرنب. لحسن حظ يوان وأنران إنهم ما حصل لهمش حاجة وعاشوا. وبعدها بنلاقي يوان وهو بيغني أغنيته لحبيبته أنران، والمدير بيقدم فريق عيال الكونغ فو وبيكرمهم في المدرسة، وبيخلص الفيلم على كده. في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان لسه عندنا ملخصات نارية. أشوفكم الحلقة الجاية، سلام.